الذي يقول هذا هو الإمام ابن حجر الهيتمي. أنا أنقل بعض شخصية هذا الرجل من كتاب آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية، تأليف محمد بن عبد العزيز الشايع، مكتبة دار المنهاج أعزائي، الطبعة الأولى سنة 1427 في صفحة 54 و56. يقول صرح هو أحمد بن فلان قال عن نفسه، وقد صرح بذلك في معجم شيوخه، من؟ ابن حجر الهيتمي، فقال في آخره وكتبه الفقير إلى عفو ربه أحمد بن محمد بن علي أصلا والهيتمي مولدا والأزهري مربى ومنشأ والصوفي إرشادا والجنيدي اتباعا وانقيادا والأشعري اعتقادا والوائلي السعدي نسبا والشافعي مذهبا. هذا هو يجمع كثير من الاتجاهات، يعني إمام من أئمة الشافعية والأشاعرة والصوفي. وهذا يكشف لك أنه لا يوجد هناك تقاطع بين أن يكون أشعري وبين أن يكون ماذا؟ صوفي أبدا، بين أن يكون أشعري وبين أن يكون وبين أن بين يكون شافعي وبين أن يكون ماذا؟ صوفي أو غير ذلك. يقول ماذا؟ التفتوا جيدا، من يقول؟ الكاتب الكتاب يقول: ولجمع ابن حجر بين كل ذلك من جهة، وشهرته العلمية في عصره وما بعده من جهة أخرى، أصبح مقدما عند القوم، إمام من الأئمة. أنا أريد أن تقفون على ابن حجر الهيتمي حتى تعرفون الاستدلال به، ليس استدلال بإنسان من الطبقة الثانية أو الثالثة، لا، من الطبقة الأولى من علماء المسلمين. أصبح مقدما عند القوم، وكتبه مصدرا لتقرير آرائهم، أصلا يعد مرجع من مراجع كتب المسلمين، وبخاصة في المسائل التي حمل لواءها. ما الذي، ما هي المسائل التي حمل لواءها؟ التفتوا جيدا. يقول: أولا، والقول بحياته حياة حقيقية، والاستحباب بالتوسل بالنبي وشد الرحال إلى قبره والاحتفال بمولده. هذا ما يفعله المسلمون، هذا ما يفعله المسلمون. إذن نحن عندما نحتفل برسول الله صلى الله عليه وآله، بيني وبين الله، هذه سنة، هاي مالت الروافض؟ لا يا عزيزي، هذا حقيقة عند المسلمين جميعا. عندما نعتقد بأنه مرتبط بهذا العالم ونتوسل به، هذا مرتبط عند الشيعة، عند الروافض، عند السبئية؟ لا والله، هذا أشعري وشافعي وصوفي.